معاكم لأهم فقرة في حلقتنا، فقرة الضيف. وضيفتنا النهاردة بجد بجد مش أي ضيفة، بجد بجد مش أي ممثلة، وبجد بجد بجد مش أي اسكندرانية. خفيفة الدم، جميلة الروح، جميلة الشكل، صفاء جلال. أنا متابعاهم من زمان وتغيرات كتير وحاجات كده، بس هو برنامج اجتماعي حلو قوي، يعني الستات بتحبه جدا. أنا دايما قبل ما بعمل أي حاجة بسأل صحابي الستات العادية، بقول لهم أنا رايحة أصور برنامج كذا، فكله كان مبسوط جدا، الله هتطلعي في نفسنا، ده برنامج حلو، ده احنا بنحب نتفرج عليه وبنحب نبقى يعني شايفينه، بيتكلموا في حاجات لذيذة وقعدتهم حلوة. بص احنا كستات، يعني سيبك من انا ممثلة، احنا كستات نحب قوي قعدة الحريم والنم والحركات والضحك مش تقليدي، مش برنامج تقليدي. فالناس بتتكلم عليه كويس، الناس بتحبه، ستات كتير جدا بتحب تتفرج عليه. أنا مبسوطة إن أنا هبقى موجودة معاهم النهاردة. الله، ده احنا حلوين، كبرنا بقى، كبرنا احنا ويك. ايه ده؟ منورة نفسنا. ميرسي ميرسي. وايه الحلاوة والحركات الجامدة والاكسسوارات الجامدة؟ يعني بحاول بقى، يعني عارف، واللانسز الملونة وايه؟ جاي عشان تعرف ان الكوميديانات بيعرفوا يعملوا أي حاجة. طبعًا. إنما الفيديتات ما يعرفوش يعملوا كل حاجة. كمان كل الصوابع دي مش فاهمة. قلبت. أختي عملت قصة النهاردة، إيه المشكلة؟ حلوة يا حبيبتي، تعملي اللي أنتِ عايزاه. تقولي إيه زيي؟ مش ممكن إيه أحط لينسز تقول زيي، تعملي قصة إيه؟ مش نفسية بقى. من الاول الحلقه كده النفس دي عشان يبقى هي على وضوح. مدوها وش عشان ما تطمعش في الكرسي. شكلها طمعانه في الكرسي على فكره. ايوه اسكت اساليني انا. وشكلها لايق على الكرسي برضه. اه فمن اول كده ولا ايه؟ زيها. وريها ان احنا وحشين مع بعض. عارفه من قبل ما يجي، مش مستنيه، يعني مش مستنيه. سمعتنا سبقانا. سبقاكوا والله، انا كل الناس بتتكلم في الموضوع. منورانا. كتير. وعلى طول بقى كده خدي الناس وش وقولي لهم مين صفاء جلال. أنا اسمي صفاء علي، اسم الشهرة صفاء جلال، ممثلة مصرية بقالي من 95 بمثل، جات صدفة معايا التمثيل بس الحمد لله كملت فيها. جات صدفة ازاي يعني؟ أنت هتعدي كده مرور الكرام؟ ما أنا هقولك بقى، أنا كان نفسي أبقى مضيفة طيران، عمري ما حلمت ان انا ابقى ممثله. تصدقي تجيب تجيبي بقى وتروحي تركبي الطياره وتسافري من هنا لهنا يعني ده كان طموحي من وانا في ثانوي يعني. وبعدين دخلت الكليه، حصلت شويه لعبكات ودروبات ومشاكل، فما دخلتش سياحه وفنادق، دخلت كليه تانية، فكل الاحلام بدات تنهار. بهي لقيت نفسي الدنيا خدتني ناحيه التمثيل. اولا الاعلانات، انا جايه صدفه اعمل كاستنج، وبعدين قابلت مخرج جميل اسمه الاستاذ جورج دوس، قال لي ده الاستاذ جلال الشرقاوي بيعمل مسرحيه اسمها دستوريه سيادنا وبيختار وجوه جديده. انا عمري ما مثلت، وحتى اصحابي بتوع اداب مسرح يقولوا لي مثلي، اقول لهم ما بعرفش، يعني استحاله اقف قدام كاميرا ولا قدام مسرح ولا حاجه. رحت قابلتهم وطلعت على المسرح، الدنيا كانت جميله وبقيت ممثله، وفجاه لقيت صور في الشوارع وفي الاعلانات. وبعدين خلاص يعني بقيت ماشيه في الاثنين، التمثيل والاعلانات. فبقيت حياتي بقى الدنيا ودتك في منطقة أخرى غير اللي انت كنتي مخططاها لحياتك. تيجي نلعب بقى كده شوية. يلا بقى. يلا يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. تلعبوا ايه؟ فاكرة اوتوبيس كومبليت بتاع زمان؟ اه فاكراه. يلا العب. يلا. انا شاطرة فيه قوي. لا 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 نسيت. وبتحل بصوت عالي. يلا هي بتبوظ. بالظبط. هتشوفي الشطارة دي. لا ده انا استاذة، ده انا هغششك كمان. هتغششيش حد. شكرا. اول حرف صاد. صاد. صبري. اسمي بقى انا. صبر. يا حبيبتي خلاص مش عارفين. بنت صبرية. يا ست مش عارفين نكتب. جماد أم صبرية. مش ممكن. ربنا كبير والله. جماد صنبور. صربيا، ينفع صربيا؟ بس صربيا بالسين. حيوان؟ لا صربيا. يا حبيبتي مش عارف أكتب. مش ممكن. صقر كوريش. صقلية. والله ما عارفه اكتب، وحياة ربنا ما عارفه اكتب بصراحة. لا صنعاء دي مدينة يا صربيا. بالسين صربيا. دي صاد. طب أكلة أكلة. شفتي بتغشي. أوتوبيس كومبليت.
سلطه سلطه. لا لا بالسين. بالسين. لا انت بتتكلمي معاهم كل يوم كده بيعملوا فيكي كده. ما بلحقش اكتب بس اسمي ايه؟ ما انا بقول بعلو الصوت عشان تكتبي برضه. ما لحقتش. انا والله بفكري ما لحقتش. طب طيب طيب طيب. بلد صار. صومة. بس خلاص. خلاص ما خلصت. خلصنا. ما تجيش تقولي احنا خلصنا. انا كاتبه صومار. يلا. اسمه ولد. انا ما كتبتش غير صابر. صبحي. صبري. صالح. ايه انا ايه بقى مش موجوده على الكرسي ده؟ كلنا سمعناها يعني مش محتاجين نسمعها تاني. ما انا لازم اقول. اوكي اتفضلي. ماشي. بنت صبا. صابرين. صفيه. صبره. صبريه. طيب جمال. انت مش كتبتي؟ ما لحقتش. صبار. ما كتبتش اسمي تخيل. صفار. لا لا نسيته. ما حدش قالها عشان اسمي. نسيته. صدفه. بصي على فكره انت غشاشه. انا صنبور. انت غشاشه. خسرتي. كدابه. صبار. شفتوا كدابه صنبور. بس على فكره صح. حلوه وصنبوره. طب انت كتبتي جمال. ما لحقتش. طب فكري. مش عارفه افكر من الدوشه اللي انتوا عاملينها. حيوان. صقر. 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 صرصاع. ايوه اهي. صاع. اهي. صار. بلد. صربيا. صومال. صومال. كلكم صومال؟ كده كانت بس صومال. هي اساسا قال صومال مش صومال. بس احنا بنستعبطوا. صوص. يا الست مش من حقها انها تقول. لا خلاص ما كتبتش ما لقيتش من الدوشه. ما لقيتش. طب صقليه. شايفين؟ الناس المثقفة. صقلية دي بتاعتي. نعم. تعرفيها من ايه صقلية؟ لا دي بص صقلية دي بتاعتي. طب بصي بقى. نعم. نو 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 عيدتي. تعالوا نطلع نروح فاصل ونرجع تاني. لو رجعنا 50 سنة لورا تحبي تمثلي مع مين؟ أنا ما بحبش الممثل اللي ياخد أكتر من حقه وهو مش مطلع لي حاجة. دور شفتيه واتفرجتي عليه ومن كتر إعجابك بيه وأداء الممثل عشان ما تهربيش من الإجابة قلتي والله أنا كان نفسي أعمل الدور ده. أنا بموت في نيلي كريم. الدلوعة الشقية بنت اسكندرية اتغيرت بعد كارما وسلمى؟ هي اتدمرت بعد كارما. كلنا يا حبيبتي. كل خصوصا لما يكون في سلمى. لا لا كارما. لا يا كارما عقدة. هي بتبقى قاعدة في التصوير ما تسمعش غير كارما. سلمى ليها طلبات محددة. يعني يا توديني يا تجيبي لي. يعني هما حاجتين. دي العلاقة بيننا دلوقتي بعد السن ما كبر. هي مش هتتواجد معانا فاهمة شايفة إن إحنا برضو يعني مخنا برضو قديم. جيل مختلف. إنما كارما 10 سنين لازقالي زي البعوضة. يعني أنا في لقب بيقولوا لي جوزي دايما عارفة سيد قشطة مش عليه طائر صغير. يقول لي سيد خد الطائر بتاعك واطلع بره. لأن هي طول الوقت مرتبطة بيا جدا. فما هي حالة بتحبيها يعني أنا قولي أنت حبيها. لو رجعنا 50 سنة لورا تحبي تمثلي مع مين؟ طبعا رشدي أباظة. مش يعني محدش فينا يعني ما حلمش الحلم ده من وهو صغير يعني. وأنا عاشقة للفنانة شادية. أنا كمان بحبها. يمكن أنا كنت من المحظوظين إن أنا في أوائل التسعينات لما ابتديت اشتغلت مع عمو فؤاد مع الأستاذ العظيم فؤاد المهندس. مبخته جدا. كنت بروح استمتع. انا مش عايزه امثل ولا عايزه فلوس. انا رايحه اسمعه وهو بيتكلم. بالظبط. اشتغلت مع الفنانه مديحه يسري. اشتغلت مع الفنانه سميحه ايوب ربنا يديها الصحه والعافيه. اشتغلت مع ناس كتير قوي. احنا هنبتدي بنفسنا. لا 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 بس انا اشتغلت مع الفنانه الكبيره سميحه ايوب. العظيمه العظيمه جدا طبعا. طيب دور شفتيه واتفرجتي عليه ومن كتر اعجابك بيه وأداء الممثل عشان ما تهربيش من الإجابة قلتي والله أنا كان نفسي أعمل الدور ده. لا بصي هو أنا ما بتفرج بصراحة يا صفاء. لا لا بلاش الإجابات الدبلوماسية. أنا 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 بموت في نيلي كريم. الله. وفي المرحلة اللي هي بتاعت بعد زيت. اللي هو زيت. بدايتها زيت. لا سجن النساء. أنا سجن النساء لأول مرة في حياتي ببقى بتفرج على الحلقة بتاعت بكرة ما نمشي لما اتفرج عليها على اليوتيوب وأنا ماسكة التليفون كده ومقرقضة في السرير وصليت الفجر وقاعدة بتفرج عليها. وأنا شغلت مع نيلي في فيلم سحر العيون. الله أنا بحب الدور ده قوي. أنا بحبه قوي الدور ده. ونيلي كانت جميلة بنوتة باليرينا شيك بتجتهد إنها تعمل بنت البلدي حلو جدا. إنما أنا أقعد أتفرج على نيلي وهي بتتحول التحول الصارخ لهذه الوحش
اللي لما بيتخانق بيعمل ايه، ولما ابنها قالوا لها انه مات بيعمل ايه، ولما بتنتقم بتعمل ايه. انا كنت مسحوله معاها يعني. طب يلا نلعب بقى. يلا بينا. هنلعب بقى لعبه تانية اسمها ما فيهاش غش، دي بدون كلام. اوكي يا خساره مش هغش. يلا انت اكيد عارفاها يا صفاء. ابداي انت. انا ابدا؟ لا ابدا انتوا الاول. مثلي. لا لا مثلي. انت مش ممثله. ما اعرفش تمثيل. لا ما حدش يفكر يمثل. طب احنا يلا ماشي. فيلم كده. اوكي اوكي. كم كلمه؟ قديم ولا ايه؟ قديم. في دي اول كلمه. اول كلمه. شارع. استوديو. في بيتنا يا رجل. في بيت. شوفوا اديني فيلم سهل برضه. حاسين بيا. فيلمك سهل. يا بختك. يا نهار اسود على اللي جاي لي. ياما. انت عرفتيه؟ لا لا طيب. كلمتين. فيلم. قديم ولا ايه؟ نص نص. أول كلمة. أول كلمة. دنيا. سما. ألوان. ألوان. ألوان السما. ألوان السبعة. سبعة سما. جمال. جمال. ألوان. حلاوة. تانية. تانية. نصها. نقطة. نقطة. نص. حتة. أول كلمة. أول كلمة إيه؟ أول حرف. أول حرف. ح. ميم. ميم. تاني حرف. ما. تالت حرف. لا هنقعد بالحروف. ماو. ماو. ما. مار. مقره. مار. ترابيزة. ترابيزة. ت. مرت. ز. مش قلنا خمس حروف. مر. أوكي. مر. مر. مرتبة. طه. دي. دي كاف. مرت. مرت. مرات. مرات. مرتا. مرات جوزي. مرات ابويا. لا مرات. ميم. الف. ر. مر. دي ايه بقى؟ لا ما ينفعش انك تمثلي كده. كتاب. مارك. كيف ماركت. كيف كيف سوبر ماركت. بوتان. هو ده. هم اللي بيسمعوا هو في فيلم اسمه سوبر ماركت. مش فاهمين يعني. هم فاهمين ايه؟ انا ما اعرفش. في فيلم اسمه سوبر ماركت. طبعا. في فيلم اسمه سوبر ماركت. ده محمد خان. ده كان ايه؟ نجلاء فتحي. نجلاء فتحي. نجلاء فتحي. ايوه ايوه صح صح. طب يلا. نجلاء فتحي وفيشاوي. اربع كلمات. فاروق فيشاوي. اول كلمه. تاني كلمه. تاني كلمه. في. في. لا. تاني كلمه. في. في. رابع كلمه. سجن. سجن. 30 يوم في السجن. يا برافو. دي سرعة قوي على فكرة. سرعة قوي. نيكست. يا ستي. فيلم. كلمتين. قديمة. يا بنت. أول واحدة ولا التانية؟ التانية. ألف ولام. القرص. لا. جواز. الزوج. العريس. الزوج. جواز. الزواج. لغة عربية. مطلوب. مطلوب ايه؟ استنى. جوز مراتي. الزواج. الجواز. الزوجة. الزوج. لا الجواز. الزواج. الزواج. اقتران. الزفاف. لا قران. الزفاف. ليلة الزفاف. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ده انا شاطرة شطارة فظيعة. طب يا جماعة الفيلم ده صعب. قدرتك التمثيليه العاليه بقى صعب جدا. ماشي انا مش عارف. ماشي وريني فيلم. طبعا كم كلمه. تلاتة. قديم. مش عارفه اساسا. مش عارفه هو ايه. اول واحده. قلم. كركبه. معدات. كراكيب. ادوات. لخبطه. حاجة وحاجة وحاجات كتير يعني. أشياء. دي علامة البيت. أشياء. كرتونة. الأولى. أو آخر واحدة. قانون. ضد القانون. لا. رجل ضد القانون. فوق القانون. رجل فوق القانون. الإصباري. رجل بين القانون. أنت قلتي إيه من شوية؟
رجل قانون. أول واحدة أشياء ضد القانون. أيوة كده أشياء ضد القانون. إيه الأشياء اللي ضد القانون؟ أول مرة أسمع عنه. أنا كمان. بس بنتك ده يتمثل إزاي؟ لا لا أول مرة أسمع عنه. أنت ما مثلتش البيت. لا لا أشياء لا أشياء دي بيت أشياء كرتونة كده. ما أنت بتحطش في الكرتونة البيت. بيحط الأشياء في الكرتون. للأسف خلصت حلقتنا مع الجميلة الزميلة بنت البلد صفاء جلال. استنونا في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة في برنامج نفسها. جماد عيادة عجلة عجلة جماد عجلة بني آدم لونه أورانج بيستاش هجرس. أيوة أيوة كده. أيوة ناهية 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 دي بقى لا حول الله يا رب. ناهية لما تاخدك يا شيخ. لعبة أصلا لعبة فرنسية. أوكي أوتوبيس كومبلي. طب أوتوبيس كومبلي. والله العظيم نسخة مني. ليه بتبقي صاحية مفسية وبتتنفخي؟ أنا هقول لوالدتي بتنفخ بالحجم ده. لا 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 الحلقة كانت خفيفة وما حسيتش بالوقت وبسطت جدا إن أنا كنت متواجدة معاهم في برنامج نفسنا ويا رب إن شاء الله إن أكون ضيفة لطيفة خفيفة يعني قدمت لكم حلقة حلوة ومرسي لكم.